مساء الخير عليكم وعيدكم مبارك وعساكم من العايدين الفايزين في ثاني أيام عيد الفطر السعيد معاكم في عساكم من عوادة. أحب أمسي على كل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون الكويت وأحب أمسي أكيد على زميلتي وحبيبتي منى. منى شلونك؟ الحمد لله بخير، مساء إن شاء الله بالنور. شلون العيد؟ والله العيد حلو، يعني دام انكم موجودين والمشاهدين ويانا أكيد الحلو العيد حلو ويانا وياكم على عساكم العوادة، وطبعا اسم برنامجنا. وغير كذي احنا راح نقضي وياكم ان شاء الله ساعة زمان، بس شنو؟ ساعة حلوة مع نجوم مميزين وسوالف حلوة. اليوم يا منى ثاني ايام عيد الفطر السعيد، انا حسيتها كنا اول يوم ولا شرايك؟ لا لا حلو زين كذي زين صح؟ عايدتي؟ عايدت وعطيت عيادي لليوم الثاني على التوالي. على التوالي، بس احنا خذينا عيدي الحين، عيديتنا بالضيوف الحين. أكيد معنا ضيوف جدا مميزين. أكيد. فنانة جميلة جدا الكل يحبها أكيد، وفنان كوميديان من الطراز الأول، يعني اليوم الحلقة راح تكون جدا مميزة. وغير كذي أيضا مميزة بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حمزة والمطرب الواعد الرائع محمد العطوان، مسيهم بالخير يعطيكم العافية. ها نبلش مع ضيوفنا؟ نبلش مع ضيوفنا، نسلم عليهم. يا هلا ومسهلا فيكم وكل عام وانتم بألف خير حبيبتنا باسمة واخونا العزيز محمد. يا هلا ويا مرحبا فيكم وتقبل الله طاعتكم، عساكم فازين والعايدين، نقول عيدكم مبارك. وطبعا عيديتنا معاكم احنا اليوم الثاني، امس عايدنا مع جروب ثاني واليوم عايدنا معاكم، فان شاء الله كل ايام نعيد وعساكم فازين والعايدين يا رب. أحب أقول لكم عساكم من عوادة في هذا البرنامج الجميل اللي فعلا اسم على مسمى، عساكم من عوادة لكم وللضيوف الطيبة ولجميع المشاهديننا، نقول لهم عساكم من عوادة. نورتونا، تميزتوا على شاشة تلفزيون دولة الكويت، وانتوا دايما مميزين على كل الشاشات، مو بس برمضان غير رمضان. أنا زميلة لكم ولكن أنا أقدركم بشكل شخصي، وبنفس الوقت أقدر فنكم والأشياء الجميلة اللي انتوا تبدعون فيها. باسمة انتي رائعة، يعني حبيبتي. بكل مقياس انتي رائعة، في حبي الباهر ابدعتي الصراحة حبيبتي. شكرا لك، شكرا لإطرائك، وايضا انتي ما عليك زود ما شاء الله عليك، يعني انتي مو ناقصة شيء من احنا صغار ترى مع بعض وربينا مع بعض. أكيد. وكبرنا. أكيد. ونعرف طاقات بعض والحمد لله رب العالمين. أكيد. وحب الباهر، انا سعيدة طبعا ان انا قدمت هذا المسلسل من تأليف زميلتي علياء الكاظمي، الشخصية كانت وايد رائعة، وأشكر طبعا اللجنة اللي أعطتني أفضل دور أول الممثلة، وحب الباهر وأنتوا حب الباهر اللي متواجدة معاكم حاليا تستاهلين أكثر. بس الحين قبل هذا كله وين عيديتك؟ نبي عيادي، يعني المفروض يعني هي أكبر منا قدرا، المفروض أن هي توزع عيادي الحين. قمتوا تدورون الأكبر قدرا مو عمرا؟ لا نبي على الأقل أي حاجة بس يعني. لا يا أختي أنا أكبر عمرا يعني. لا ما لجي عايدين علينا نبي، لا تبينا لازم عيادي لازم. كيف أنا عايدكم؟ إيه؟ يلا أنت غني لنا أغنية عشان أعايدك. لا 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 أنا ما راح أغني، أنا اليوم بس بقدم وسولف وياكم. زين شنو تبون عيدية يعني؟ شو أقول لكم؟ كل عام أنتم بخير. جنطتي هنا. لا بعد اللقاء، بعد اللقاء جنطتي هناك، بس ترى في عندكم سحب آلي، قمنا ما نمشي إلا بالسحب الآلي. اي ما يخالف اروح انا شايله، لا اروح معاك البنك. انا والله ودي اسالكم عن ايام العيد وذكرياتكم الجميله، هل لا زالت مستمره؟ هل في عادات لا زلتوا متعودين عليها، ولا في عادات صارت دخيله عليكم؟ يعني مثلا تغير عليكم اجواء العيد قبل انا الحين؟ قولوا لي شلون العيد وياكم. قول انت.
أنا والله بالنسبة لي تغير الوضع، يعني يمكن قبل أنا كنت أزور، الحين لا أنا اللي يوني كبرت. أي والله الله يسلمك. يعني لا في اختلافات تغيرت اليوم، اي يمكن الاشياء، يعني يمكن انا بطبعي شويه بعد بيتوتي، فاحب هم اللي يزوروني، اسوي اتصالات طبعا حق الناس امثالكم الطيبه شرواكم، يصير في اتصالات طفيفه طيب. والامور هذه، بس بالنهايه احس انه يوم كنا يهال عيد احلى. شلون؟ الفرحة، فرحة العيد بالعيادي. اليوم احنا نعطي قبل احنا ناخذ. انت تتكلم على العيادي، انا ما اتكلم على العيادي. انا اتكلم على صلة الرحم. صلة الرحم اختلفت عن قبل وايد وايد وايد. الحين انا السوشيال ميديا اللي متكلم عنها، يعني واحدة مثلا عندها عرس، بس ما ليش ما جيتي؟ قلت لها ما دعيت، بلا انا حاطه بالانستغرام، حاطه بالسناب، حاطه بالواتساب. من متى احنا ندعو الناس عن طريق السناب او الانستغرام؟ هذا السوشيال ميديا عباره عن تعريف ما في حياتك اليوميه، اذا حاب الناس تشوفها، عن اعمالك، عن اذا تبي شيء الناس تشاركك فيه. لكن اني ادق على اختي يا ربي ادز لها مسج، ما اروح لها بيتها، طب ما ادل بيتها. صحيح. في ناس الحين نفس الطلبات، يعني مثلا انا بطلب صمونه، زين كان مطعم، زين انت قاعد تدفع حق اللي يجيب لك، زين ادرس سيارتك بنزين وشوف الشارع وتمشى وتعرف على الناس. اصبحت السوشيال ميديا هي العائق للتجمعات الاسريه. نعم. ايضا التلفونات لما تفتحها مربع علشان تشوف مسلسل انت تبي تشوفه، غير قعدتنا مع اهلنا لما نحط التلفزيون نشوف مسلسل مثلا احنا وصغار، الا لما لا هذا بطقه لا هذا، يصير في روح تلف. الحين مو موجود. احلى شيء روحكم اللي معانا اليوم هالليل، لكن يكمل ايضا مع مطربنا العزيز محمد العطوان. نعم. يتفضل وسمعنا هالغناية الحلوة بعد الفاصل. بعد ما سمعنا هالأغنية الجميلة بصوت أكيد الفنان الشاب محمد العطوان، أبي أرجع معاكم على التكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي كنا نسولف عنها قبل شوي. حسيتك مضايقة؟ حسيتك عندك عتب؟ ما في الحين نفس قبل؟ قولي لي. اقطعت صلة الرحم، بس أنا هذا أهم نقطة عندي، اقطعت صلة الرحم. يعني أنا أدق على أختي كل عام وأنت بخير، ولا أدز لها مسج، ولا عشان لا تأخذ على خاطرها. نعم. وين قبل يعني لما على ايام امي الله يرحمها وابوي وجيراننا نطلع، يعني حتى على فكره برمضان بعد، بس الحمد لله جيراني يعني نتزاور نعطي بعض نقصه، زين نشيل حق بعضنا اللي انا ساكنه مع يمنا، يعني يمنا ساكنين. بس الحين ما في، الحين ممكن تسافر ما ادري عنها مسافره. صحيح. اي انا مسافره مو موجوده بالسوم، مو يعني مو اهلي، بس اللي شفته لما صديقتي مثلا تتشكى، او مثلا نصير من الناس يتشكى انه والله مسافر بدون ما اقول. حتى العيال اليهال الحين اصبحوا اكبر من عمرهم بسبب السوشيال ميديا. اي يمكن السوشيال ميديا هي لقة العصر صارت، وصح كلام الاستاذه بما تفضلت وقالت. نعم. فيه وصلة الرحم صح كلامها، وصلة الرحم مطلوبة في جميع فصول السنة، مو بس بمناسبة عيد ولا بمناسبة رمضان ولا الأمور هذه. فعلا كلامها صح، احنا فقدناها. نعم. صارت لقة العصر اللي هي السوشيال ميديا. اليوم حتى يمكن العيدية قاموا يدزونها لينك، ما أدري يعني. والله العظيم صدقين صح. والله قبل احنا زين عيد، أنا ميت على العيدية، يعني ما يخالف برجع على العيدية. 20 دينار ياهل ما يعجبه، 20 دينار زين ليش؟ اي ما يكفي، بيشتري فيها زين، بيغير تليفونه، بيشتري له بدله جديده، بيشتري له ماركه، بيشتري. فال 20 دينار الحين شنو تشتري؟ شنو تشتري له؟ فاهم شلون؟ فوايد اشياء تغيرت، وايد اشياء. اكثر عيديه اخذتها كم؟ انا والله يعني انا لا ما قمت الحين اخذ، انا قمت اعطي. كنت اذا تتذكر يعني كنت قبل، يعني يمكن 10 دنانير، ما اتذكر، بس يمكن اتوقع 10 دنانير، بس انا لا اعطي عيادي. اي زين. اي اي باسمه. إيه. لا احنا 5-10 دينارين كل واحد مدت ايده، ما نقول له تعال عطني ما ابي خمسه، لا ما كنا نستحي. يقولون افتح جنطتين، زين احط دينار نص دينار خمسه قبل نبطل والجنطه ونطلع. الحين ساعات منى حتى الاطفال ما يعجبهم، ما في الحين اكيد طبعا. لكن قبل هذا كله الحين معانا اتصال هاتفي من دوحه الخير الفنان القدير. الو منصور مهندي، حياك الله.
الله يحييك، كل عام وانت بخير. يا هلا وسهلا، وعيد عليكم مبارك. علينا وعليك ان شاء الله. تبارك ان شاء الله. كلمنا عن جلسات العيد اللي شاركت فيها تلفزيون الكويت. طبعا خليني في البدايه امسي عليك وامسي على الجماعه اللي معاك الضيوف، واحب ابارك واهني لاهلنا في الكويت، حبايبنا. وحكومة وشعبا، صراحة كويت تاج على راسنا. الله يسلمك. عن هذه الجلسة الصراحة أنا يعني سعيد جدا إني أنا شاركت فيها من خلال تلفزيون الكويت، وأشكر جميع القائمين على هذه الجلسة الصراحة، أبهرونا بهالبلد. والكويت ما شاء الله كل سنة قاعدة تتحفنا في الأشياء الحمد لله الجديدة. الحمد لله. أكيد، وأكيد أهل قطر الحبيبة قراب علينا، ويعني احنا اهل بالنهايه، خليجنا واحد. قل لنا، قالت لك منى سالتك سؤال، شلون جلساتك في العيد، الجلسات الغنائيه خصوصا ان حلقتك بتنعرض اليوم ان شاء الله على شاشه تلفزيون الكويت وتنورها ان شاء الله. الله يسلمك، نور بهال. انا قدمت مجموعه اعمال، وان شاء الله ان شاء الله اتمنى تنال يعني اعجاب المشاهدين. اكيد. وهذا يعني شو اقول لك، انا سعيد جدا بهالمشاركه. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه، وشكرا لمشاركتك، وان شاء الله نتمنى لك الخير والتوفيق باذن الله، وايضا جلسات حلوه وجديده واعمال جميله ان شاء الله نكون متشاركين فيها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. العافية على الاستضافة. الله يعافيك، شكرا لك وشكرا لوجودك. خلونا الحين نشوف، يلا. أنا بصراحة ما ودي أطلع من أجواء العيد الجميلة، أبي أسألكم سؤال مشترك، شنو أكثر موقف كوميدي أو موقف حسيتوا أنه أزمكم قبل العيد مع الخياط، مع الحلاق محمد، شنو أكثر موقف يطري عليكم قبل العيد وأنتم تجهزون للعيد؟ ما تتفضل استاذه. طبعا انا رجل عندي ذوق، يعني دائما اخلي انت ذوق زمان اكيد. قولي لي، لطيف هو اللي يتكلم. يا الباسمه حبيبتي يا زينب. انا بالنسبه لي مو يعني وايد مع الخياطين، بس ان كانت الحوسه اول مره ان اختي هدى تبي تصبغ شعرها، اي الصالونات كذي، يلا رحنا. هدى ما تحب تنطر، بصلتها محروقه وافتر فيها. وديتها عند واحدة زين، والحمد لله عجبتها، بس ما عندي مشكلة ثانية يعني، الحمد لله يعني سهلات. أنا أنزل كذي بهدوء أتشرى، وهذا اللي حال ساعات كتكو ينادوني، كتكو أبي هذا، لا أبي هذا، لا أبي هذا، يعني إن أنقي لهم الأغراض، إذا ما لقينا يطنقر علي الله واسم الله عليه، ولا فطومة ليش يبتي حق الله وما يبتي لي. بس أما إحنا ككبار يعني مع الخيايط، لا رفيشتي ساوشت مع الخياط. قولي لنا القصة تكفي. شلون؟ أنا قلت لك السحة حطرف، ليش حطه ورا؟ حطه ورا. وانت محمد شنو المواقف الفكاهية؟ الخيايط ملوت تدشاديش، احيانا ما يستقبلون الحلاق. والله من زمان انا ما رحت خيايط، شاري مخي، هذه دشداشتي من يوم كنت في الابتدائي. هذا طولي ما تغير، نفس الطول وشاري مخي والامور هذه، وحتى اللحية لا صابق ولا الامور هذه الحمد لله. بس انا يوم دريت طبعا ان اليوم البرنامج معاكم، استانست اللي شوفتكم. الله يسلمك. واستانست هم بعد شوفت اختي الكبيره الاستاذه باسمه. طول عمرك. يمكن اللي ما تعرفونه والساده المشاهدين ما يعرفونه، الاستاذه باسمه هاي ثاني مره انا التقي فيها شخصيا. وان شاء الله دوم نلتقي بخير. اذا ما اشتغلنا من قبل كنا بنشتغل، بس التقيت معاها اول مره بالشارجه، فهذا الموقف الكوميدي. اي انت مقالبك مقالب يعني. خليت سين من الممثلات، نقول اسمها عادي ما ادري، في الشرقاوي. عقب ما مقلبتها، نوجه لها تحيه، عقب ما مقلبتها بالشارجه باخر برنامج لي اللي هو ابو المقالب، فقلت لها ايش رايك انت تكلمين باسمه؟ هم كانوا موجودين بمهرجان الشارجه، وتجيبين ان انت المذيعه والامور هذه وتدششينها. يعني كانت واصل بينكم يعني. ها؟ في
في هي اللي بتجيبها عقب ما مقلبتها، لان ما اقدر انا اقول ما اعرفها ولا مره، فما ماني عارف ادش عليها. لا عدل بالك. اي سمعي انت الحين. شلون صادتك؟ ما صدتها. لا انا صدتها، مو هو اللي صادني. هي اللي صادتني. ها يعني هذا شيء ما انعرض، اللي قاعد يقول لك شيء حقكم وحق الساده المشاهدين ما صار. فانا الحين منخش بقرفه. زين. ففي قالوا لي ترى في يلا جابت الاستاذه باسمه ودشوا. انا سمعت لعلع بالصوت. لا 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 عاد مو تلعلع كذي. الشارجه كلها. جايني المال الصوت يقول لي خليني اركب. قلت له لا انا اركب، ليش انت تركب لي المايك؟ لا قلت له مو شغلك، اخذت المايك انا بركبه. هذه واحده. انزين. ثنتين. انزين. انزين. كان اوقف قلت لهم هو شنو مقابله لقاء بنسولف عن شيء وليش هني يعني؟ تدري كم كانت مسافه الطريق؟ ساعه اي صح وربع صح. وضيعت وعلى ما لفينا ورجعنا صح وحالتنا صح حاله صح. وكل شيء اقول لها وصلنا وصلنا لين وصلنا عند اخوي محمد. زين وكانت المفاجاه الكبرى. انا منخش الحين على اساس ان بسوي فيها المقلب. زين طلعت لها نمر. زين موجودين الاسود والنمور. هذا بلا ابوك يا عقاب. موجودين. ولكن اللي صار انه لا يعني قاعد اسمع ان هي معصبه. حرام عليك. زين فما هان علي للامانه وطلعت وتاسفت منها لها وما صار المقلب لان خلاص طلعت لها وشافتني والامور هذه. فاليوم ضحكت يوم عرفت انها هي ضيفه معاي واستانست بنفس الوقت. واذا ما قلبتش على الثاني مره لا تزعلين. انا ما ازعل بس انا احب اكون على بينه. ما يصير على بينه. انت مدخلني قفص مقلب. ما ادري مقلب كان على بينه. نمر ولا اسد كان وقتها؟ لا كنت بدششش على الاسد. زين كان اسد يقول لي هذا متخدر. قلت له والله ما في شيء اسمه متخدر. مو متخدر هو مو متخدر. هو أليف. أنا شفته ايش سوى بفي. أول شيء هي لبوة مو هذه لبوة. مو هو مو أسد ولا متخدر. اللبوة هي هذه حبيبة الشعب. تاكل ولا ما تاكل؟ لا لا ما تاكل. تعب ولا ما تعض صح؟ لا لا ما تعض. اختار. نراضيها الله يخليك. الحين أنا بطلع أعطيها عيدية. إي طبعا. نهديها أغنية الحين. نورا شيلي جنطتي خشيها. لا بنهديك الحين أغنية. إي. ما نبيش تزعلين. هذه تسكتوني فيها؟ لا انا ابي فلوس. مو مشكلة عيديتك بشتري شيء. عيديتك عند الصرفي. خلاص عيديتك عند الصرفي. طبعا حاضر ويانا مع الفنان محمد العطوان. خلونا عاد نسمع اغنيه هذه اهداء منا لكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه. شاعت بالاهداء رضيتي؟ اعطيناها انا اغنيه وهديناها. عسى تتوقف دموع العين؟ اكيد بسكت ان شاء الله. وخوش اهداء بعد. اي اي هم ابي هديه 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 هديه. الحين السؤال مشترك. ما شاء الله اعمال كثيره ناجحه شفناها هالسنه بهالموسم. شنو تعللون هذا الزخم؟ ايجابي ام سلبي؟ يبا معروف عندي ذوق. دشي تفضلي على البوفيه. هو ايجابي وسلبي. الايجابي لنا احنا كفنانين نعم انه يكون عندنا كم من الاعمال اللي تكون بالمستقبل ذكر لنا وايضا تكون لنا يعني طاقه ايجابيه. نعم. كفنان انا قدمت عده ادوار مو دور واحد ولا شخصيه واحده. سلبي بالنسبه للجمهور ما يعرفون بيتابع ما يعرفون بيروح. لكن الإيجابي والسلبي أيضا مشتركين يعني الاثنين. إن جمهورنا نعم. البعض وليس الكل إن إذا كره مجموعة من الممثلين يرفع من المجموعة الآخرين وإذا حب هذا العكس إيه. ولكن بالنسبة لي أنا كفنانة وأيضا زملاء الفنانين وفنانات هذا إيجابي. الله. لكن متى بينعرض هذا العمل؟ فهذا معتمد على المنتج نفسه وجهة الإنتاج إذا كان منتج أكيد. منفذ أكيد. فإحنا كفناني لما يعرض علينا عمل وأشوف الدور واو ما رح أطق بريك والله أن هذا رمضان وهذا رمضان. لكن الدور هني عجبني الدور هني عاجبني فشو سوي؟ فمضطر أني أنا أوافق. محمد شنو رأيك أنت بالموضوع؟ والله في كثافة بالإنتاج وهذا شيء لصالح الفنان وللعروض اللي تتقدم له. نعم. ولكن إحنا اليوم إذا جانا عرض أول شيء نشوف الدور المفروض يعني في منتجين الله يهداهم يسيده يتفاهم معك على السعر يلا تقرا خليني اقرا
احنا فقدنا اصلا بروفة الطاولة في بعض الاعمال نسيناها. لا في بعض الاعمال عشان في اعمال يعني طفيفة موجودة فيهم بروفة الطاولة ويشكرون عليها، وهذا شيء حقهم هم حق العمل نفسه يفيد العمل. بس انت بالنهايه انت مو داق على رجل مادي طبعا اكيد في انا هذا، بس اللي احنا بنوضح حق الساده المشاهدين ان الفنانين مو كلهم ماديين، في فنان فعلا يبي يقدم رساله، صح، في فنان فعلا يبي يقدم شيء هو يحبه، يقدم فن، صح، يقدم فن، يقدم موعظه. فانت اول شيء خلني اقرا بعدين إيه؟ لأن ممكن دور يناسبني أنا أحبه أنزل لك من أجري، صحيح، يصير في تفاوض يعني. يصير في تفاوض يعني أما أشتري الدور طبعا أشتري، أما النسفة زينة المهم زين والله جد، أما أن أنت تيجي هذا يبغى أجري، إذا أنت تبيها كذي هذا أجري. أيوة نعم، فاهم شلون؟ هذا صار معي قبل أسبوع نفس الحكي، ها شفتي؟ فإحنا قاعد نقول إن في فنانين فعلا الفن ما زال رسالة، في فنانين وهذا تعلمناه من فنانيننا الكبار، أكيد طبعا لازم ان احنا نقدم فعلا رسالة، مو شرط ان احنا نقدم العلاج للموضوع، ان ممكن ان احنا نقدم طرح زين، نقدم امور زينة، هذا شيء كله يساعدنا. اليوم مع الأسف في مشاهدين عندنا ويمكن يسمعوني خلاص صار عندهم ان الفنان مو قدوه نفس قبل، لا انا اقول لهم الفنان ما زال قدوه، نعم، ويجب ان يكون قدوه، لان اذا ما صار قدوه فعلا في ضياع راح يصير. اكيد اكيد ومشد على كلامك. فاما بالنسبه حق الاعمال اللي تقدم قلت كثافه في الانتاج ولله الحمد، انا يمكن اشتغلت مسلسل دحباش مع اخوي مشاري حمود العمير الاستاذ المؤلف الكبير اللي فعلا انا احب كتاباته للامانه، وسعيد جدا هذه السنة الثالثة ما شاء الله اللي أنا أتعامل معاه، نعم، وإن شاء الله دوم. أنا من نوعي أحب أقرأ النصوص من قبل، أقرأ جميع يعني النصوص اللي ما أقرأ بس دوري، نعم، لا أقرأ عشان أشوف شنو علاقة الشخصية هذه مع الشخصية بس هذه. في ناس يعطونك بس الشخصية يعني غلط، هذا أنت بهالحلقة موجود 4-5 مشاهد، لا أعطوك بس المشاهد، لا لا هذا يعني غلط. إذن شو بعرف علاقتي مع الطرف؟ لا 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 أكيد لازم أعرف الأسرة، الفترة الزمنية، اللبس، طبعا 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 لازم أنا أقرأ النص كله، هذا كممثل هذا شيء ضروري جدا أنه يقرأ النص كله. لا آخر شيء أنت الحين مشارك آخر شيء يخشولك حلقة 30 زين اوكي لحظه هذه مصيبه بعد هذه مصيبه ليش يخشونها؟ انا لانها مو مكتوبه اليوم الفضفضه منى في عساكم من عواده لانها مو مكتوبه زين فيقول لك لا بعدين لا صدق صدق لان احيانا كنا نقول لهم يا جماعه طب اوكي وين وصلنا؟ وفجاه بعدين لا صار في تعديل يا جماعه كنا ماشيين بهالخط مصيبة. لا صرنا خط آخر صح تصير الحدوتة أن في نقطة معينة أصبحت مرفوضة، نعم، فلازم أنا أغير خط آخر أكيد. طيب مو لا معناته أن في ارتباطات في خط ثانية يعني بفتح باب أكيد. قبل ما تكملين حلوة كشخة العيد، حلوة الحنة الحنة تحبين تذكرين القصعة؟ قبل كنا شنو نقول؟ القصعة القصعة كانت تطلع بطة، أي الحين لا تطلع شلينة. اليوم هذه أحد العادات أيضا اللي تغيرت في العيد وقمنا نستخدم النكش. لا والله مو كلهم، انا رايحه احد البيوت انزين اسلم عليكم كل عام بخير، حاطه في ايدين اليهال الاطفال احفادهم القصعه انزين وشوف اي كتكو وايد انا اقول ان شاء الله الامور كلها تتعدل باذن الله، الامور طيبه موجودين الحمد لله، ولكن احنا نطمح للافضل اكيد احنا بإذن الله. نطمح للافضل لان بالنهايه هذه رسالتنا الحقيقيه ان احنا فعلا نطمح نبي نشوف الفن الكويتي باحلى صوره مثل ما هو نبي يرجع مثل الاول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اولا نحب بعض نخاف على بعض نفتح مجال حق بعض ما نحقد على بعض اول حتى مثلا انا اغار اوكي ان مثلا زميلتي خذت دور انا كان ودي اسويه لكن ما اقطع رزقتها ما احبل لها ما احفر لها هذا الشيء الجميل اللي قبل لان انا ربيت بينهم كنت اشوف شلون اذا واحده قالت جمله غلط يعدلون لها صح. يعني نجومنا الكبار اللي احنا تتلمذنا على ايدينهم وكبرنا بينهم كنت اشوف شلون حبهم لبعض ويساندون بعض مسرح تلفزيون يباصون حق بعض انتم الخير والبركه انتم الخير والبركه وانا اقول الله كريم ونعم خلونا الله. نسمع هالاغنيه يلا أغنية أنت الخير والبركة؟ لا اسمع الأغنية وتنسى العيدية ما راح تنساها وين عيديتنا؟ قالت وين عيديتنا؟ يا الحين مع المطربة الحين أنت كله أغاني؟ فاصل إن شاء الله بنرجع لكم يلا إن شاء الله
يعني ترى والي الاهداء حلو. ايوه طبعا طبعا. الله كريم. ايوه الله كريم يعني خلاص. قول قلت لي. لا لا قول. الله كريم. الله كريم. باسمه حبيبي نتكلم الحين عن عمل جميل انت شاركتي فيه طبعا حبي الباهر. نعم. كان يعرض ايضا على شاشه تلفزيون الكويت. نعم. ومشاركه شخصيه جدا حلوه وايضا النجوم اللي وياك يعني كفيتوا ووفيتوا بصراحه على هالعمل الرائع. خلونا الحين نشوف تقرير وتالي نرجع لكم. وبعد حبي الباهر باسمة اليوم عندنا زخم أعمال ما شاء الله أكثر من 22 عمل كويتي. اليوم أكيد اليوم حبي الباهر حصد نجاح كبير وجذب شريحة كبيرة من المشاهدين والجمهور وهذا شيء جدا صعب في ضوء الأعمال اللي موجودة. قولي لي شلون شفتي مشاركتك في هذا العمل وشنو الأصداء اللي يتلك من متابعينك وجمهورك؟ أول شيء أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح والقائمين على هذا العمل ثم القائمين على هذا العمل. أنا ما أتكلم بس عن دوري، أتكلم عن حدوتة كاملة رائعة فيها قيم اجتماعية فيها أبعاد لازم إحنا ننظر لها كأسر سواء كنا أغنياء أو فقراء. يعني في ناس مثلا البعض الكتاب يحط دائما الأسرة الغنية إنه مو أوكي ومستهترة وإلى آخره، والعكس العائلة الفقيرة. العمل هذا لا أعطانا عكس تماما أن الأسرة ممكن تكون يعني متكاتفة سواء الأم أو الأب، بس يخلق من ظهر العالم فاسد ويخلق من ظهر العالم فاسد، فممكن يكون في شخص هو أساسا غير سوي فيتجه إلى هذا، ولكن الطرف الثاني يحاول قدر إمكانه أنه يكون هو ماسك السلوك الجيد. عائلتي أنا في نظري كزوجة إنه ما كان ناقصنا شيء، وإني اسمه فعلا حب الباهر، أنا أنادي زوجي حب الباهر وهو يناديني أنا حب الباهر، وكانت ثمرة زواجنا هذا الولد اللي بالأخير عرفنا إنه هو كان رفقة مع رفقة السوء، كانت وللأسف اللي اكتشفته أكثر إنه كان الأب هو في السبيل في هذا الطريق، بس ما كان يهدف ولده. نعم. ولكن يهدف إنه علشان تونا تكلمنا على الفلوس أوكي، لأن الناس حاليا في الوقت الحالي تطمع إلى أن تجمع مادة أكثر من أن تطمع أنها تجمع أسرة أو عائلة. صحيح. تكون مستترة تحب بعض. فقدنا الحب بسبب المال، فقدنا الصحبة بسبب المال، فقدنا. فهذا المسلسل أيضا الأسرة الفقيرة، يعني إذا ما كانت البنت تطمع أنها تصير غنية فكانت الأم والأب دائما نظراتهم أن يبون ليش هذه عندها إحنا ما عندنا، ويش تعطينا لاوي. فصار عندنا أنا سمي الكانسر السرطان لما يتوزع في جسم في عقل الإنسان. نعم. أن أنا بستحوذ على هذا المكان لين أذبحه، ممكن أنهم ينجحون ولكن في النهاية في نظري كإنسانة عادية خارج العمل أن كل طريق لا نهاية، ومثل ما بدأ أنت راح تنتهي. فالعمل كان قيم اجتماعية جميلة أسرية رائعة، أيضا يعني تنبهنا أن إحنا نحافظ على أولادنا. أكيد. لأن الأب لما يكبر لازم يكون صديق لولده. صح. مش بس أب، مش بس مهاجم، لا يكون صديقة. الأم كذلك لبناتها، إحنا نقول ليش الأب إنه رفيق للولد لأنه يعرف أسراره كشاب، الأم تعرف أسرارها كامرأة. صحيح. ولكن بالأخير إحنا لازم نتكاتف وكل واحد يبين ضعف الطرف الثاني علشان نقدر نحل هذا الضعف نقويه، لأن أنا أيضا في نظري إن الأسرة لما تتماسك لو شي يصير ما يقدرون ان يكسرونها او يهدونها. كفيتي ووفيتي يا باسمه، يعطيك الصحه والعافيه. وطبعا اشكر استاذ جاسم نبهان لما كنت انا اعصب عليه. حلو الله يحفظه. الله يحفظه ويطول عمره. وبين ابراهيم الحربي اوجه لهم تحيه. رجل راقي استاذ ابراهيم، فنان راقي جدا ومتفهم في كل الاحوال، يعني حتى لما كنا نتعب او هذا، وهو كان مرت فتره انه هو كان تعب ايضا معنا في العمل. كل زملائي الشباب هو دائما ترى يحب انك تكونين معاه في العمل او في احد الاعمال اللي تكونون فيها مع بعض. الاعداد ترى ما قالوا المعلومه. وهو قالها في لقاء ايضا كنا في غبقه فنانه صراحه مضاعي. تستحقين. فيكفي ان احنا يعني بالنظره ممكن نفهم بعض. اكيد. يعني ممكن لو انا اخطات في حرف او فاقول له فيعيد او يقول لي فنعدل من بعض. أي. عشان حلو. كده اقول احنا العائله الفنيه او نعم. الاسره الفنيه لازم نخاف على صح. بعضنا علشان نتم احنا الارضيه حلوه تصير صراحه. اي
يعني والحمد لله على نجاح العمل والصدى كان وايد جميل. طبعا انا مش متابعه جيده في رمضان لان انا اعتبر انه شهر واحد جاينا في العام أكيد. فاذا بتابع هذا المسلسل هذا لا انا بعد رمضان اشوف الملاحظات اراجعها اذا كانت فعلا مثل ما قالوا اعدل من نفسي نعم. اخذ الملاحظات وارتقي في ملاحظات المشاهدين وزملائي ايضا اذا كانت لا خليها في سبيلها تمشي. اكيد محمد انت اتجهت الى الاعمال التراثيه اكثر في الفتره الاخيره اخرها كان مسلسل دحباش واكيد لاقى صدى ونجاح جدا كبير بس سويت دوتو وايد جميل مع الفنان الجميل عبد الله الخضر. ونعم فيكم وفي ونوجه له تحيه. الخضر فنان طبعا نعم. شهادتي فيه مجروحه وهذه السنه الثالثه مثل ما قلت اللي احنا نقدم فيها الاعمال التراثيه ولكن في حقبات مختلفه من ضمن كتابه المؤلف المبدع مثل ما قلت اللي انا احب ايضا كتاباته اللي هو مشاري حمود العمير ابو حمود. بيني وبينكم أنا كنت خايف هالسنة شلون؟ يعني يمكن حتى المؤلف ما يدري وعلاقتي أنا جدا طيبة معاه. أنا أحب الأعمال اللي تقدم لي أكون شلون يعني أوضح لكم الأدوار أكون أنا اللي أحرك الأحداث باسمة أحب أنا تحريك يعني مو ما أنا ما أتكلم هني عن كم وكيف نعم. ما أتكلم يعني مثلا رحل أيام أنا 20 حلقة من 30 بس انا محرك الحدث الرئيسي انا اللي احرك المواضيع يعني. انا احب كذي ما احب دوري اذا ينشال يعني احب الدور اللي اخذه اذا ينشال الدور هذا يطيح النص مثل انا ويا اختي منى شداد بجرح الزمن طبعا كان دور جرح الزمن لو شيلين خالد يطيح النص طبعا يطيح صحيح. هو اللي يدششهم على العائلات وهم اللي يدشش الامور فانا احب هذه النوعيه ايضا الوصيه القائمه كان دوري كذي نص جرح الزمن أنا المحرك أنا أحب هذا النوع شوف خلينا نشوف الحين مشاهد من دحباش يلا يعني أثناء سالفتك الحين نشوف ولا لا لازم محطة لا سولف عشان تطلع مشهد النسفة زينة إيه نسفة زينة النسفة يلا يدينا يلا يدينا فللأمانة كنت متخوف دوري كان 90 مشهد هني منو سوى لك النسفة؟ هني انا متعمد ما اسوي نسفه لان هني ما يسوون نسفه انت قاعد تتكلمين في حقبه ما كانوا يسوون فيها نسفه طبعا المهم قطره المهم قطره والساعات تصير نسفه الله يذكره بالخير ونوجه له تحيه ابو حمود مشاري حمود العمير يخرب النسفه نعم لان هني ما في نسفه كويتي صح اي كويتي صح هني هذه النوعيه من الاعمال منى انت في اشياء نقدمها مو شكل صح. في مضمون في شكل حق الشخصيه طبعا. هذا يكون اذا دشيت بمواضيع ثانيه تخترب الشخصيه شكلا ومضمونا صح. بس انا هني كنت متخوف لان 90 مشهد مو محرك للشخصيه كانت في خطوط رئيسيه ثلاثه انا ما كنت من ضمنهم فشوي كنت خايف ولكن فضل من الله ولله الحمد الحمد لله فضل من الله يوم شفت العمل كامل لقيت نفسي موجود وبقوة هني الحمد لله ارتحت والله للأمانة يعني يمكن هذا الشيء ما حد يدري عنه للحين أول مرة يقوله لأن المهم أن الفنان يشوف عمله أكيد غير كذي أنا شفت لك مشهد حتى اللكنة الصح طبعا يعني طبعا قاعد أسمع أن في بعض الجمل قديمة حلوة الأستاذ مشاري حمود العميري يعطينا اللكنة صح يعطينا الأمور هذه أنت حتى مع المرور الأعمال التراثية يصير عندك خبرة منى يعني ساعات انا بروحي هالمكان مكان حتى الامور هذه اغير يعني خلاص يصير خلاص مشاركه حتى النجوم يدد يعني وبكثره كان في هالعمل الحمد لله يعني انهم دشوا في مثل هذا العمل لان فعلا العمل هذا يعني يدرس صراحه هذه نقطه تنحسب لصالح منتجنا مؤلفنا مشاري حمود العميري انه يعطي فرصه للوجوه الشابه ولله الحمد وشفنا هذه شفناها مو بس عندنا للامانه شفناها باعمال ثانيه ونتمنى احنا نعم. احنا من الناس اللي نتمنى ان احنا نشجع الوجوه احنا كممثلين ايضا لازم نشجع الوجوه الشابه مثل ما احنا ناس اللي اخذت بيدنا لازم احنا ناخذ بيد الفنانين اكيد وعندنا شيء ما شفتوه حصري يلا راح تشوفه انت بعد معانا يلا الله يستر شيء ما شفتوه اكيد انت راح تشوفه ما ادري شوف النسفه
ادري قاعد اشوف. بس الله يحفظك ان شاء الله. توفقت والله في العمل الرائع، والحين نهديكم اغنيه بمناسبه العمل الرائع مع المطرب محمد الأفوان. والله قانية كلها حلوة ما شاء الله عليه. أيضا المايسترو مبدع والشباب كلهم جميعاً. سأل الله يوفقكم إن شاء الله. يلا عجبتني هذه الأجواء الجميلة جدا، يعني مطلعين التلفون وقاعد صورون مستانسين والله، مستغلين السوشيال ميديا. صح صح والله مستانسين معاكم. عسى إن شاء الله فرحة دوم مو يوم. قولوا آمين. آمين إن شاء الله. آمين. النسفة ذبحتنا فيها وانت تسألني عنها اول الحلقة. تابعني النسفة. ما تشوفينه شلون مثبت نفسه؟ ما قمت قام تعورني عشان لا النسفة تخترب. قاعد اشوف اليوم المسرحية اشوف ما عندي نسفة. لا لا انت حلوة، انت حلوة ما عندي شيء. قول لي كل سعيد شلون النسفة؟ ليش لبس قطوع قال؟ عيد يا محمد. عيدي والله اي عيد. وهذه احد العادات الاصيلة. طبعا طبعا بس من بعيد كني ياهل كاشق بالعيد الله يهديك. الحمد لله الحمد لله. كوميديان من الطراز الاول يا منى ما له حل والله، ولهنا على الكوميديا مع منى والاجواء هذه الكوميديه. نعم. والله فعلا انا صار لي 3 سنين ما قدمت كوميديا. نبي كتاب. اتمنى هالسنه ان شاء الله. اي والله نبي كتاب ان شاء الله فعلا. اي والله اي والله محتاجين. أكيد. حتى والله على الدراما محتاجين. اكيد طبيعي انا تحكيت في الموضوع. أيوة. بس يعني ننطر وان شاء الله. هو هم فيهم البركه الكتاب ونعم بالموجود. بس مشكلتهم مشكلتهم واحده اني انا مؤلف توني جديد. زين عط المخضرم يراجع من بعدك واكتب مراجعه الفنان المؤلف فلان الفلاني. وهم بعد وين الغلط؟ وهم بعد ما كلامك هو مقطوع الا بالخير استاذه. هم بعد ما نلومهم شوي الرقابه. هم بعد يا ليت شوي الرقابه تخف ان شاء الله. أيوة ان شاء الله. انا ما اتكلم على الرقابه. انا ما اتكلم على الرقابه. لا مو الرقابه. إيه؟ القلم لما يكتب زين ويروح للتلفزيون او للرقابه هذا وضع. إيه؟ بس احنا نتكلم ان في بعض الكتاب يشوف لك فيلم يكتبه، يشوف لك مسلسل غربي يكتبه، يشوف لك فيلم ابيض اسود يكتبه. الحين زين احنا ما نبي هذا الشيء. هذا صار بوق. احنا نبي الافكار. انا الحين اقول لك على شغله، كون ان في الاعمال في وجوه نسائيه منهم نجمات كثيرين يعني في الاعمال. شلون محتاج اني انا ابوق من ابي اشوف المنافسه. المنافسة بني أبوك؟ المنافسة بالعمل. لا 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 المنافسة في العمل لما تعطيني عمل من خيالك. أوكي ما في مش خطأ أني أنا أقتبس. أكتب. نعم. اقتباس. نعم. أخذ إحنا 48 من 37 فكرة من 47 فكرة. زين 37 زين ناخذ من خيوطها وخطوطها. لأن شوفي فترة من الفترات كل المؤلفين مسكوا خط واحد. يعني مثلا طلاق 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 كلهم زواج زواج بوق 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 ما ادري شنو كلهم نفس التيمة. صح في نفس السنه. في نفس السنه. زين انا كمؤلف من فكري من خيالي زين اكتب خط اخر من الافكار ال 37 هذه وابدع في قلمي. مش غلط ارجع اقول اني لو كان مؤلف اخوي مثلا محمد وقديم. نعم. اعطي نصك. انا ترى مؤلف. زين انطر شوي اخته. صرت اخته. صرت اخته. زين كذي هذه علقتها دايما. على فكره وانا توني جاي اقول لك سبقتيني بالخير هذه انا 30 سنه حافظك. حتى على الريات قال اخته. ما الريال بعد قال اخته. مش اخته اختي يعني اختي انا اختك. فيك والله والله 30 نعم. عفوا سوري. لا والله 30 نعم. انا اقصد لا انا اقصد ان احنا اليوم بحاجه حق مواضيع صارت مواضيعنا متكرره. احنا بحاجه حق ان ننوع. اليوم عندنا قضايا يجب ان تطرح على الساحه. صحيح ما في مانع احنا نطرح. لا اذا الرقابه ما تمنع خلاص. لا الرقابه تقول لك المؤلفين زين منهم يعطيهم العافيه. محمد صحيح. الرقابه انت تقول لك زين هذا الشيء يخدش الحياه شيله. هذا الشيء فرضا زين عطني خط اخر اشرح لي هذا الوضع زين. نعم. بطريق او بقلم جريء ولكن باحترام المشاهد. أقول هذا المطلوب. نعم. عرفته واحنا مش ضد خلي يكتبون. بالعكس احنا نبي الرقابه. احنا نبي الرقابه والفنان لازم يكون رقيب نفسه بنفس الوقت قبل. إيه؟ الرقابه هو لازم يعني هو لا يمكن انه يسمع. انت شايك الحين المسرح الحين ما عليه رقابه بس ليله العرض. ضعنا مو احنا ضعنا هني ما في هني في الحين. ايش رايكم بتهاوش انا وياك؟ ما يصير. لا لا ما يصير. انا متعمد اتهاوش عشان ما في عيديه. عشان ما اعطيها عيديه. من وين تاخذون اراء النقد؟ يعني تاخذونه من
الأشخاص اللي يعني هم أصحاب النقد نفسهم ولا تأخذون من النقاد بالسوشيال ميديا؟ عشان لا تقولين مو ذوق تفضل. لا تفضل أنت يلا. يا هالمرة أنا لا والله أنا بالعكس أخذ النقد برحابة صدر إذا كان نقد بناء فعلا ويفيدني. أنا وايد استفدت في نقد، وايد استفدت منه، ومع الأسف جاني من متابعين لي بالسوشيال ميديا. نعم. ما جاني من ناقد عود. نعم. والله العظيم في ناقد. لما شوفي الإنسان اللي يحبك واللي ينتقدك واللي يبيلك الخير يبين. صحيح. والله يبين. صحيح. فلما أنا ألاقي كومنت إن في نقد لي بأسلوب محترم، لا أتقبله وأطبقه بنفس أكيد. الوقت. لكن النقد الجارح ما حد يتقبله، حتى احيانا انت لو تقولين فعلا هذا الشيء فيني بس ليش قال لي كذي، ليش سوى لي، يعني هو دائما النقد يكون بناء، فانا اتقبل النقد البناء برحابه الصدر واطبقه بنفس الوقت. اخذها من كبير وصغير. نعم. من ناقد بالوسط الفني ومن خارج الوسط الفني، لأن في ناس مش دارسة النقد ولكن لها وجهة نظر. نعم. نتعلم منها. صح. يعني في صغار، في على فكرة ممكن تاخذين العلم من طفل وانت شيء جاهلته، فشيء جميل ان اسمع الطفل المراهق الام الاب خارج الوسط الفني وداخل الوسط، لان مثل ما قلت تو اخوي محمد ان في مجموعه تحبك وفي مجموعه ما تحبك. أكيد. في مجموعه أكيد. ممكن ترفعك وفي مجموعه ممكن تطيحك وانت اساسا مرتفع. احنا ما نبي يحبوننا. اه احنا نبي نقول نبي والله عيدية. لا والله غير العيديه، نبي شيء عيديه. والشيء الثاني لازم يعرف كل واحد ان كل العلاقات لازم يكون مبنيه على رقم واحد الاحترام والثقه. أكيد. أكيد. لا تحبني أكيد. طبعا الكل يحترمنا ويحترمكم ومكانتكم موجوده فيهم. بس هذا انا اتمنى ان وجهه نظري تكون واضحه. انا ما ودي ان الوقت ينتهي معاكم. شرفتونا بالعيديه ونورتونا. زين ما قصرتوا على اليوم. شوفتكم اكبر عيديه والله العظيم. شكرا محمد على وجودكم. شكرا لتلبيه زينب. الدعوه شكرا من القلب على الاجواء الجميله على الابتسامه الحلوه. نورتونا وعساكم من عواده. وعساكم من عواده ان شاء الله الحين معنا ان شاء الله. والله يعودنا هالسنه وكل حق سنه. البيت الخليجي الكامل كل عام وانتم بخير من حكومه وشعبا ومن ناس مقيمه ايضا. يا رب عسى الله يديم علينا وعلى الامه العربيه ان شاء الله الامن والامان ان شاء الله. كل عام والجميع ان شاء الله. شكرا لكم جميعا على الاستضافه الرائعه في وجودك اختي منى واختي زينب، وطبعا بعد فتره طويله مع اخوي محمد. شكرا لكم. ونسمع مطربنا يلا محمد العطوان تفضل.